إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم طيور مهاجرة. طيور تركوا أوطانهم وحلقوا مع أحلامهم في سماء الأمل، وفي بلاد المهجر حطت رحالهم عندما لاحت أمامهم الفرصة. واجهوا المصاعب وتحدوا الظروف وتغلبوا على العقبات ونجحوا بإصرارهم وعزيمتهم في تحويل الحلم إلى حقيقة. وفي بلاد لا تعترف إلا بالكفاءات أثبتوا أنهم الأفضل وصنعوا قصة نجاح وقف العالم أمامها احتراما وتقديرا. ولأننا نقدر ونحترم نجاحهم قررنا أن نستضيفهم ونحكي لكم قصتهم. طيور مهاجرة، برنامج جديد نخصصه لتجارب ناجحة للمهاجرين العرب في بلاد المهجر، يأتيكم عبر أثير راديو صوت العرب من أمريكا. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا في نورث أمريكا وحول العالم. اليوم لدينا قصة مميزة نركز على نجاحات الجاليات العربية في المهجر وتحديدا الأسرة العربية الأمريكية. ضيوف الحلقة سلام رجوب وسوزان ماشطة، قصة نجاح أسرة عربية في أمريكا. لكل مجتمع مستمعين قصص نجاحه، لكن المجتمع العربي في أمريكا لديه قصص نجاح من نوع خاص. تجربة الهجرة إلى مجتمع جديد قد تكون قاسية في البداية ومليئة بالصعوبات والتحديات، وتخطي هذه الصعوبات يحتاج إلى أسرة متماسكة ومتعاونة وداعمة لبعضها البعض، أسرة تعلم أن نجاحها يتوقف على نجاح كل فرد فيها في تحقيق أهدافه. اليوم أسرة سلام رجوب وسوزان ماشطة واحدة من الأسر العربية التي صنعت قصة نجاح لافتة للنظر في أمريكا. المهم في هذه القصة حرص كل فرد في الأسرة أن يكون له دور كبير في نجاح الآخر. وأسرة سلام وسوزان نموذج للأسرة العربية الأمريكية الناجحة والمتماسكة، ما بين أم طموحة متفانية وأب ناجح وداعم لزوجته وأبنائه. هذه الأسرة الرائعة الآن سيكون لقاؤنا معها في حلقة خاصة نتناول قصة نجاحهم، بداياتهم من سوريا ثم تجربة هجرتهم لأمريكا ورحلتهم فيها، مسيرة سوزان مع الرياضة ونجاحها فيها ودعم زوجها لها في مسيرتها بالدراسة والرياضة وأهمية الرياضة في حياتها وحياة أسرتها. مباشرة نكون معكم في ضيافة أسرة سلام رجوب وسوزان ماشطة، قصة نجاح أسرة عربية في أمريكا. صباح الخير سوزان، صباح الخير دكتور سلام، أهلا بكما معنا في راديو صوت العرب من أمريكا. إطلالة مميزة وإشراقة جميلة لهذه العائلة الجميلة معنا على مستمعينا في راديو صوت العرب من أمريكا في شمال أمريكا وحول العالم. أهلا بكما. صباح الخير مدام ليلى، شلونك؟ إن شاء الله بخير. أنا كتير منيحة وعم شوفكم وأشرقتوا علينا في هذا الصباح الجميل في ميشيغان، أيضا تطلون علينا مباشرة من نيويورك، صحيح؟ صباح الخير. صباح الخير، يا أهلا وسهلا دكتور. دكتور نبدأ معك من بداية الحكاية، من حلب الشهباء، من مدينة الجمال، من مدينة حلب أقدم المدن بالعالم. هذا الكلام ليس أسطورة وليس رواية، وإنما موثق رسميا وظهر بالدراسات الأثرية وفي اللوحات وفي الوثائق. هذه المدينة الجميلة حلب، نبدأ معك من ذكرياتك من حلب وقبل الهجرة إلى أمريكا. يعني حلب وسوريا هن دائما بالقلب، والإنسان ما فيه يقدر يعني يخرج
من طفولته، من ذكرياته، من وطنه السابق، من أهله، من رفقاته، من جامعته، من المدارس اللي درس فيها. نحن تكوننا هناك، شخصيتنا تكونت هناك. والحقيقة حلب هي مدينة جميلة بعمارتها، سواء القديمة أو الحديثة، بناس الحلوين الكريمين المرحبين دائما بالناس اللي بتجي من خارج حلب، جميلة بقلعتها اللي عمرها فوق 3000 سنة. فبحلب تكونت الشخصية، من خلال حضارتنا الإسلامية والعربية. بعدين حلب فيها مزيج حلو من كل الأديان المتعايشة بسلام، سواء الدين الإسلامي أو الدين المسيحي أو الدين اليهودي. فأنا عشت بمنطقة هي منطقة السريان بحلب، فالمدرسة اللي رحت لها هي خليط حقيقة من العرب والأكراد والمسيحيين، وكان عندي أصدقاء حتى يهود راحوا معي على الجامعة. فمن هون كانت الانطلاقة، وتخرجت أنا من كلية الطب عام 1990 وهاجرت على أمريكا. وصلت على أمريكا بشهر فبروري، 28 فبروري 28 شباط 1991. من هون كانت الانطلاقة، من هنا كانت البداية. سوزان، حلب كما أشار الدكتور سلام مدينة الجمال، مدينة الذوق الرفيع، عاصمة شمال سوريا، بلد تجاري صناعي زراعي ثقافي، أيضا اشتهر في الفنون والغناء. القدود الحلبية، مدينة حلب عاصمة الحمدانيين زمن سيف الدول الحمداني، فيها الجامع الأموي الشقيق الأصغر للجامع الأموي في دمشق، لجأ الكثير من المبدعين إليها، خرجت عبر تاريخها المجيد الكثير من القامات الأدبية الفكرية الكبيرة في كل المجالات. ما هي ذكرياتك في حلب؟ ماذا حملتي إلى أمريكا من حلب سوزان؟ حملت حلب كلها معي لهم. بالقلب حملتي حلب. حلب يعني جزء كبير مني، ما بتطلع مني ابدا يعني. لهلأ طبخاتنا كلها حلبيه، انا والاكل الامريكي ما كثير اصدقاء يعني، بحاول مشان ولادي احيانا، بس كمان ولادي بيحبوا الكبه والسمائيه واليبره وش بيخطر لك اكلات. لسه محافظه على الاكل والثقافه الحلبيه والاولاد تراديشن الحلب، والأكل الحلبي بيحبوا ينزوا على حلب بالصيف دايما. شفتي فترة الأزمة ما نزلنا، فهلأ رجعنا كل سنة لازم ننزل. ارتباطكم بالحلب، ارتباط الأهل، ارتباط العشرة الجيرة مثل ما قال الدكتور، النشأة، الشباب، الطفولة، يعني ذكريات كاملة. طب إذا قلت لك شوي، دخلنا شوي بخصوصياتكم، كيف تعرفتي على الدكتور سلام بحلب؟ بحلب ايه، هلأ الأهل أكيد لهم علاقة بأني أدب يعني، عرفونا على بعض، بس باقي نحن الأهل عرفونا. طيب قولينا يعني، أنتوا هاجرتوا من حلب ب 1991، كيف كانت مسيرتك بحلب قبل الهجرة؟ سلام جيت بال 91، أنا جيت بال 2000. أنت جيتي بعد الدكتور سلام، تمام. يا ما كنا نحن تعرفنا على بعض 1999. أنا أمي زارتني هون، كنت عم بعمل اختصاص صدرية. نعم. والحقيقة أنا كنت ملتفت للعلم، وما كان عندي رغبة بالزواج هذاك الوقت، يعني ما كنت فاضي، مشغول دائما. فالوالدة والوالد اجوا زاروني، وامي قالت لي يا ابني لازم تتزوج، ويعني المرأة بتنور بيتك فالمهم بلشت تلعب بعقلي. فهي الوالدة كان في بمخها مشروع يعني. الحقيقة والدتي جدا ذكية، عندها 10 أولاد، أنا رقم 7 طبعا. فهي حاطة بذهن سوزان. هلأ أنا ما كنت بعرفها لسوزان، بس والدي ووالدتي راحوا مع والدتها ووالدها على الحج مع بعض. وبالحج طبعا الحج بيخلق صداقة يعني من نوع
جميل، يعني صداقة لا فيها مصالح، وصداقة بتكون على الأغلب متينة، لأن الحج بيترك انطباع عميق في قلب وذهن الإنسان. فمن هون صارت العلاقة متينة بين أهله وبين أهلي، فوالدتي شافتها لسوزان وحطتها بذهنها، فالوالدة قالت هي خلص، هي اللي أنا بدي إياها. هلأ أنا ما بعرف بمخطط الوالدة، بس هي إجت وعم تحكي لي كذا كذا كذا، كل يوم تحكي لي لا يا ماما أنا مشغول وكذا، وهلأ ماني فاضي للزواج. المهم هي جايبت لي صورة سوزان، فورجتني الصورة، قلت لها إيه بين بنت لطيفة وحلوة. فالمهم الوالدة حطت لي الصورة بمكان قدامي، فأنا لما فيق من النوم وأطلع يعني مثلا بدي أعمل قهوة لاقي صورة سوزان قدامي. هذا اللي سمع. بعدين قالت أنا مالي خبر تفضل. فبعدين الوالدة قالت لك شو رأيك نحكي معها؟ لك يا أمي أنا ما بعرف البنت وما بعرف أهلها وكذا. طب بس نسلم على أهلها بس يعني هيك. فالمهم اتصلت، أصرت، اتصلت تليفون، فحكيت بقى. طبعا سوزان كانت خجولة وأنا كمان يعني خجول، ما لساتني شاب صغير. فالمهم حكينا تليفون كل يومين ثلاثة، خلينا نفتح تليفون، لك يا أمي الجماعة شو بدي يقولوا عننا كذا وهيك. المهم بعد نزلت أنا زيارة على سوريا، طبعا أمي ما ترك الموضوع، أمي يعني حطيت المشروع براسها خلاص بدها تكمله. فنزلت على سوريا زيارة بالصيف، بصيف 99. المهم قالت لي طيب شو رأيك نزور الجماعة؟ لك يا أمي وين نزور الجماعة؟ أنا ما بروح. المهم أمي اتصلت بأمها لسوزان، قالت شو رأيك تجوا تسلموا على الدكتور جاي من أمريكا، ولا تنسوا تجيبوا البنت معكم. نكمل المشروع مع بعض. سوزان فيها تحكي لك شو صار من هذاك الطرف. هلا بناخذ سوزان الشقي. القصه جميله طبعا وقصه رائعه وقصه كل ام. انا بشوفها الام العربيه بشكل بالعموم، يعني هو يمكن بيعتبروها هون بمفاهيم امريكا التدخل من الام، وهذا جزء من حوارنا اليوم انه عم تختار لابنها، يعني ممكن يكون لازم يكون في حريه اكثر لاولادنا انه يختاروا لنفسهم. لكن انا بدي تعليقك سوزان، يعني هل برأيك أنه ممكن تعتبري أنه كأم أولا وكالقصة الجميلة اللي سردها الدكتور والنتيجة الأجمل والأروع اللي الشخصية الرائعة اللي ارتبط فيها سوزان، شو رأيك بموضوع أنه الأم تختار، ربما تشارك في اختيار، ما منقول تختار، تشارك في اختيار زوجة المستقبل أو الأهل؟ برأيك لازم يكون لهم رأي أو تدخل أو في اختيار زوجة المستقبل أو لهم نظرة معينة مثلا؟ لا، مثل ما صار بقصتنا هنن خلونا نجتمع، بس ما قالوا يلا اجتمعوا لأني بدكم تخطبوا أو ترتبطوا. نحن سلمنا عليه لما أجل عند أهله، وبعد هنن اجوا تعشوا عنا، فالقصة صارت مثل تمهيد إني إذا نحن اتفقنا منكمل، ما اتفقنا لا، يعني ما كان في إجبار من أي طرف، لا أهلي ولا أهله. جميلة هذه النقطة جدا سوزان، لكن ما أطرحه عليك أن اليوم بعض الأجيال اللي خرجت في أمريكا بتقلك أنه كتير ماما أهلنا بيتدخلوا مثلا، أنه بدهم ممكن يوجهونا توجيه معين أنه للارتباط بشاب معين أو ببنت معينة. طب أنت بتشوفي هذا الموضوع من منظورك، من منظور نجاح قصتك، هل هذا خطأ أنه مثلا أنه يكون في مثلا تناغم بين العيلة اللي حيرتبطوا معها مع عيلتكم بأصولكم أو هون الموضوع مختلف جدا بأمريكا؟ شو رأيك سوزان؟ أكيد ما أنه خطأ أبدا، لما يعني الأهل يعرضوا أني بس التقوا يعني هالشاب وهالصبية وهنن بيقرروا، أنا بشوفه كتير صح، لأني هيك العيلتين يعني بيعرفوا إذا بيناسبوا بعض أو لا، طريقة تفكير، طريقة الحياة، لأني لما الشخصين كتير مختلفين يعني شوي الاتفاق رح
ياخذ صعوباته وقت ليتم يعني. صحيح. نظرة الأب دكتور سلام، يعني الله يخلي لك أولادك وإن شاء الله بتفرح فيهم بأعلى الدرجات أولا ومن ثم في نجاحاتهم. يعني أنت مهاجر لأمريكا من 1991، هذا الموضوع مهم جدا، موضوع وحدة العائلة، موضوع بناتنا أولادنا نجاحاتهم اختياراتهم في بلد المهجر، هل يجب أن يكون للأسرة دور مثلا في هذه الخيارات أم فقط توجيه من بعيد يعني؟ لا أكيد لازم يكون لنا دور ودور أساسي، لأني أكثر شخصين بيعرفوا ابنهم هو الأب والأم، ما في مجال. وبنفس الوقت من الطرف الآخر يعني سواء طرف البنت أو الشاب، الأهل هن بيعرفوا بعضهم. والزواج ما هو لعبة، الزواج هو تكوين عائلة، يعني أولاد، يعني دفع فواتير، يعني مواجهة الصعاب بالحياة. الزواج مو بس يعني إني والله حبينا بعض ونحن مبسوطين وفرحانين دائما، لا، في مشاكل بالزواج لازم يحلوها الزوجين، لازم يتفاهموا مع بعض، في فواتير، في استغلال للوقت، في ملاحقة الأولاد. الزواج مو سهل، فلذلك لازم يكون في دور للأهل حتى يساعدوا يوجهوا الولد أو البنت للاختيار الصح. الشاب والبنت، عذرا دكتور، يعني نقطة هامة جدا سوزان أشار إليها الدكتور سلام، إنه الأب والأم أكثر ناس بيعرفوا أولادهم، بيعرفوا شخصياتهم. برأيك جيل اليوم عم يعترف بهالموضوع؟ يعني جيل اليوم، الجيل العربي الأمريكي اللي عم يربى ويكبر هون، هل يا ترى الزيجات غير الناجحة أو العلاقات الأسرية المفككة في كثير من الأحيان وارتفاع نسب الطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية للأسف بشكل كبير نتيجة ربما لغياب دور الأهل عن تقديم، أو ربما الأبناء، رفض الأبناء أنه يكون لأهلهم دور في مسيرتهم ونجاحهم على أي صعيد؟ يعني من نوع أنه independent. نحن عم نتكلم هون سوزان في نقطة مهمة جدا، أنه الأولاد بأمريكا بيربوا على الحرية، مجتمع منفتح حر، إرادتهم حرة، من ربيهم أن يكون لهم شخصياتهم الحرة المستقلة، واللي بشوفها كتير صح، ما أنا غلط أبدا، لكن أحتاج إلى توجيه. أنت سوزان الأم الناجحة تربويا على الصعيد الشخصي، صانعة الأسرة الجميلة مع زوجك، ماذا ترين؟ لما أشوف أني الحرية هاي الأيام بيتم استخدامها بطريقة مو صح، وين الأولاد يعني بيشوفوا حريتهم أني ما يسمعوا قرار الأهل، ما يعتبروا أهلهم مثل ما هم بيقولوا old school، يعني دقة قديمة مثل ما بيقولوا. فالولد بيشوف حاله هو الأفهم، هو بالأيام هي الجديدة بالتكنولوجيا بكل شيء كل شيء. فبصراحة التربية صارت دبل صعبة، كتير صعبة. فوجود الأهل مع الأولاد بالأكتيفيتيز، سفر، يعني المهم نربطهم بأنشطة معنا، وهذا الشيء بلعب دور كبير. صحيح. وبعدين في شغلة كتير مهمة، هو الحقيقة ممارسة الأم والأب لحياتهم هي اللي بتترك انطباع عند الأولاد. أكيد. علاقتهم مع بعض هذا كتير مهم. يعني أنت فيك تقعدي تحاضري الولد أو البنت ما رح يسمع، بس لما مثلا بيشوفك أني أنت عبتتابعي مثلا، عبتقري مثلا، عبتعملي أنشطة مفيدة، هذا كله عبينطبع بذهن الولد. هذا المحور الهام دكتور أناقشه بعد الفاصل مباشرة. أسرة سلام رشوب وسوزان ماشطة، الأسرة العربية التي صنعت قصة نجاح لافتة للنظر في أمريكا. المهم في هذه القصة كما أشار الدكتور وتخبرنا بعد الفاصل، حرص كل فرد في الأسرة أن يكون له دور كبير في نجاح الآخر. هذا المحور الهام نناقشه معك بعد الفاصل. هل تلقى أطفالكم أحدث نسخة من لقاح كوفيد-19؟ لقد تم لغاية اليوم تطعيم أكثر من 5.5 مليار شخص بلقاح كوفيد-19، وأثبتت النتائج أن اللقاحات كانت فعالة، حيث قام الخبراء حول العالم بإجراء الاختبارات اللازمة ليكون اللقاح
آمناً وفعالاً. اللقاح لا يحميكم أنتم وعائلتكم فقط، بل يحمي المجتمع كله. والله مبين. بواجبكم من خلال التحدث إلى مقدمي الخدمة الصحية أو زيارة michigan.gov/kids-covid-vaccine. رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان. طالعة من بيت أبوها رايحة المطعم عشتار، فات ما سلم علي يمكن لحيك وشوعان، قلب الراحل واخديني وبعشتار غديني، قلب الراحل واخديني وبعشتار عشيني، قالت لي روح يا مسكيني عشتار ذا بيست ان تاون. طالعة من بيت أبوها رايحة المطعم عشتار. عشتار؟ مطعم أهل البيت والخطار. 3625 15 ماي رود في مدينة ستيرلينغ هايت، هاتف 586-698-2585. طيور مهاجرة، برنامج جديد نخصصه لتجارب ناجحة للمهاجرين العرب في بلاد المهجر، يأتيكم عبر أثير راديو صوت العرب من أمريكا. دكتور سلام، حضرتك طبيب صدرية عناية مشددة ناجح، هاجرت إلى أمريكا عام 1991. سيدة سوزان ماشطة، أم ناجحة وبطلة في رياضة التايكواندو، هاجرت إلى أمريكا في عام 2000. دكتور، قبل أن نتحدث في جزئية دور العائلة، كل واحد له دور، نبدأ من نجاحك أنت، نبدأ من دورك الأب النموذج القدوة لأطفالك. ما هي الصعوبات التي challenges، التحديات اللي واجهتها في أمريكا من بداية تجربتك؟ كيف وصلت إلى هذا النجاح وأن تكون فعلا لك الدور الأهم في حياة عائلتك وأسرتك؟ الأهم شيء الإنسان ما ينسى جذوره، هذا كتير مهم، ويتمسك فيه، يعني يتمسك بحضارته، يتمسك بجذورته وينطلق من هالأساس. لازم يكون الأساس متين، وبعدين لازم تحط هدفك قدامك، ومهما صار معك مصاعب ما تنحاز عن هدفك، هذا كتير مهم. يعني لو صادفتك مشاكل أو مصاعب لازم تتابع، فشلت ارفع حالك وتابع، تم تابع بتوصل، هذا كتير مهم. وهذا مهم كمان نحطه بذهن الأولاد، لأن في كتير بالحياة في كتير تفرع وفي كتير تشعب وفي كتير أفكار وفي كتير أشياء بتخليك تلتهي عن هدفك، فأنت لازم دائما تحط تركز. يعني أنا مثلا بقول للأولاد دائما، بقول لهم حط هدفك ولا تغير، لو فشلت لو صابتك مشكلة لا تغير، تابع الهدف حتى توصل له، هذا كتير مهم. وبنفس الوقت نحن لازم نمارس الحياة، وممارسنا للحياة هي اللي بتخلي الأولاد يطلعوا كيف نحن عم نمشي بالحياة. الأولاد كمان بحاجة ليتعبى وقت فراغهم، هذا كتير مهم. فلذلك أنا لما سوزان قالت لي إني بدي يعني تاخد الأولاد على التايكواندو، قلت لها طبعاً روحي، طبعا روحي. بعدين بعد فترة هي حبت الرياضة، فأنا شجعتها كتير، لأن هي أحلى شيء، أحلى شيء وأهم شيء لما الولد بيشوف أمه وأبوه عم بيمارسوا معاه رياضة. يعني هي شغلة كتير مهمة، مو أني والله عم بيقول للولد العب العاب كرة سلة أو العاب. هذا المحور الجميل بحد ذاته يحتاج إلى وقفة دكتور. يعني حقيقة أنت ركزت الآن معي على نقطتين، المثابرة أهم، اللي خلاصة تجربتك الطويلة في الهجرة والتحديات، أن يكون الإنسان مثابرا على الرغم من الصعوبات. ما في إنسان ما بتواجهه صعوبة، لكن خليه مثابر يحط هدف ويمشي عليه. أيضا نقطة أيضا رائعة، إشارتك إلى الحفاظ على الأصالة والجذور.
العديد منا عندما يصل إلى أرض المهجر يتنكر لتراثه، لثقافته، يحمل معه ربما مشاكلنا في العالم العربي، يخلط ما بين السياسة مع الأسف ومع أصالتنا، مع جذورنا، مع تراثنا، مع أننا شعوب عربية تستحق أن تفتخر بنفسها. دكتور، كيف تعلق على هذه النقطة قبل أن أنتقل إلى سوزان؟ لا، هلا شوفي، المواطن الأمريكي بيحترمك لما أنت بتحترمي حضارتك عكس ما الناس تفكر. يعني مثلا أنا المرضى تبعي، مثلا أنا الشهادة الرئيسية اللي حاطة بمكتبي هي شهادة تخرجي من جامعة حلب وليس من جامعة لوفل أو جامعة بيتسبورغ، أو هذول حاطتهم بالويتنج أري. بس أنا بمكتبي الخاص لما بيجي المريض لعندي وأنا عم بحكي معه، وراي بتلاقي شهادة تخرج من كلية طب جامعة حلب. هي الأساس، هي الأساس، هي الأساس، مو تقليل من جامعات أمريكا أو كذا أبداً، بس هي الأساس. فبيسألوني لأني الخط المكتوبة فيه خط حلو، فبيسألوني بيقولوا لي شو هاللوحة الحلوة كذا، بقولهم هاي تخرجي من كلية الطب جامعة حلب. الافتخار بحضارتك مو أني نحن نقول أني والله نحن الأحسن، لا، كل حضارة فيها جمالها وفيها حلاوتها، ونحن مثلنا مثل بقية الشعوب عنا أشياء جميلة كتير كتير كتير، بس مع الأسف الأشياء مثل ما بيقولوا الما حلوة بكل حضارة هي تظهر على السطح. بس لا، نحن عنا تقاليد حلوة، عنا حضارة عمرها آلاف السنين، ولازم لغتنا العربية الجميلة. يعني ما شاء الله دكتور، أنا ألاحظ أنت وسوزان بعد كل هذه السنوات لازلت تتحدث اللغة العربية بطلاقة. يعني هذا لوحده أنا أفتخر فيكم كأسرة عربية حافظت على الأصالة، على الانتماء، على اللغة أساس. اللغة العربية جميلة نعتز فيها. يعني أنا بيحزنني جدا لما بسأل الأسر العربية، من خلال أنا عملت دراسة دكتور بحب شاركها معك ومع سوزان، في الماجستير، في مرحلة الماجستير، اللغة العربية واقع ومرتجة. كان أحزنني كتير من بعض اللي عملت معهم مقابلات، أنه بتقلك أنه يعني نحن هون في أمريكا ليش لحتى نعلم أولادنا عربي؟ يعني لازم بس فقط يتعلموا إنجليزي. سوزان، كيف تردين يعني على هذه الجزئية بالذات اللي أحزنتني في الكثير من العوائل اللي أولادهم لا يتحدثوا اللغة العربية، لا بل هم أيضا لغتهم العربية ضعيفة؟ هلأ نحن موجودين بتاون ما في كوميونيتي عربية كبيرة، يمكن نحن كلنا 3 عيال، فهذا الموضوع بيكون بقى أصعب من الأماكن اللي فيها عرب كتير. هلأ كبداية نحن بنحكي معهم بس عربي بالبيت، ما بنحكي إنجليزي أبداً، وهنن وصغار لما بلشوا يروحوا على المدرسة طبعاً الولد بيقضي نص يومه بالمدرسة فبيبلش يستسهل الإنجليزي، فالقصة أشو لما يجوا على البيت يحكوا معي إنجليزي، قال لهم ما فهمت، نعم عيد ما فهمت، فيضطروا يحكوا معي عربي ويقولوا لي أنت بتعرفي إنجليزي بس ليشك بتعملي معنا؟ والحمد لله لا، الكل بيحكوا عربي ممتاز. وقت انقطعنا عن الروح على سوريا حطينا أنسة أونلاين من الشام تطلع معهم كل ويكند وبتعلمهم، بالإضافة يعني أنا اشتغلت عليهم. بس تحسي لما مع الأهل ولد بياخذ أدفانتج من أهله، بده يروح على الحمام، بده يأكل، بده حجج وكذا، مرضان، مع الأنسة الثانية لا ما في خلاص. الحمد لله بيحبوا كتير، يعني أنا كتير سعيدة أني بيحبوا. أنا أسعد أن أستمع إلى أسرة عربية حريصة على أن تعلم أطفال ثقافتنا، لغتنا، أن تحرص عليها. دكتور، يعني أشارت سوزان في معرض حديثة إلى نقطة هامة هي خلاصة دراستي الأكاديمية، أنه كل الريسيرش اللي أنا عملته قال أنه أهل هم الأساس في البيت. أنك تبعت ابنك على مدرسة لغة عربية ما بيكفي أبداً، لازم نمبر ون. المشكلة الأولى طلعت معي في البحث أنه لازم الأهل يحرصوا أنه يعلموا أولادهم اللغة العربية. كأب، كموجه، كتربوي، كمهاجر، لماذا ترى اللغة العربية ضرورة في حياة أبنائنا المهاجرين دكتور؟ هلأ أول شيء نحن يعني كتير حرصنا أن نربط الأولاد ببلدنا الأصلي، هذا كتير مهم، يعني ركزنا عليه سواء بالأكل بالبيت،
سواء بالزيارات الصيفية. أنا كنت بعد سوزان والأولاد تقريبا شهرين ونص على سوريا، طبعا هي قبل الحرب، بس هلأ كمان رجعنا. فهن بيحبوا سوريا، يعني الأولاد بيحبوا كتير. سوريا كتير من خلال عشقهم لسوريا، حبوها من خلال الأهلهم، من خلال يعني أنتوا نحيتوا جانبا أي سياسة، ولكن العشق للبلد لانتمائنا. تفضل دكتور. يعني نحن شو بدنا بالسياسة؟ نعم. السياسة نحن بنتركها على جنب. الوطن وطن، الحضارة حضارة، اللغة لغة، المأكولات الشرقية مأكولات شرقية، فهذا ما بيتغير. هذا شو ما كانت تكون السياسة، نحن من على السياسة، نحن ارتباطنا بالبلد، بوطننا، بأهلنا، بناسنا، بعاداتنا، بتقاليدنا. فنحن عنا أشياء حلوة كتير. نحن يعني حتى لما بنحكي أنا وسوزان مع بعض نحكي طبعا باللغة العربية بالبيت، ونحن ما كتير يعني نحن نطلع ناكل برا بس مو بشكل يومي، يعني مثلا مرة بالأسبوع بس، أكلنا كله عربي هون، فعودناهم عيشناهم الجو. مثلا بالأعياد من زين زينة زينتنا بسوريا، بالبيت حاطين ديكورات من سوريا، فنحن عايشين بسوريا جوات بيتنا، فهي شغلة كتير مهمة. ببساطة فخورين بالضبط بالضبط فخورين بانتمائكم، فخورين بعروبتكم، بلغتكم العربية كأسرة عربية مهاجرة أضافت إلى مجتمعها الجديد، هذا المجتمع الجديد الذي هاجرنا إليه من كل بلاد العالم. إذا قرأنا تاريخ الأمريكي يعني دكتور بالتأكيد لم يكن تاريخا مشرفا كثيرا، يعني ينتقدون تاريخهم الأمريكيون أنفسهم ينتقدون التاريخ، ولكن اليوم نتطلع إلى أمريكا بحضارة بي 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 صحيح كل المجالات. إذن الإنسان كما أشرت هو جزء كبير من تربية أولادنا، يجب أن ننشئهم على احترام ثقافتهم، احترام أصولهم العربية. صحيح أن يشكلوا شخصياتهم. هناك مع الأسف دكتور نشاهد أن الانتماء، الهوية العربية لهذا جيل ضائعة. كيف ترين الموضوع سوزان؟ هلا مثل ما انت قلتي الامر بيبدا من الاهل، لما الاهل محافظين على هاي الهويه رح تبقى مع الاولاد. يعني بشوف هذا الشيء باولادنا الحمد لله، يعني وين ما رحنا هن بيتصرفوا كعرب، اكيد هن في منهم جزء كبير امريكي بداخلهم، بس يعني فيك تقولي هدول الاولاد عرب. ليس غلط مثل ما اشار الدكتور في البدايه انه ياخذوا الجميل من الثقافتين، يعني الحلو من الثقافة الأمريكية والحلو من الثقافة العربية، ويطلع معنا مزيج جميل في 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 ثقافتهم وحضورهم. سوزان نقطة هامة قبل أن ننتقل إلى فاصل أرجو أن يعني أناقشها معك لأنه نقطة جدا هامة. سوزان درستي في معهد إعداد معلمين في سوريا، وبعد هجرتك لأمريكا شرعتي في استكمال دراستك، لكنك فضلتي ونحط تحت ثلاث خطوط التخلي عن حلم الدراسة ولو مؤقتا من أجل تحقيق حلمك الأكبر هو بناء الأسرة، بناء الأسرة أولادك. قررت التوقف مؤقتا عن الدراسة من أجل التفرغ لتربية أبنائك، الاهتمام بهم، ثم العودة لاستكمال الدراسة مرة أخرى. هذا المحور الهام جدا نناقشه معك بعد الفاصل. في المدينة الفاضلة يتبع جميع السائقين القواعد إشارات المرور، لن يحدث ما هو غير متوقع في هذا العالم المثالي، لن تضطر إلى ارتداء حزام الأمان، لكن الحقيقة غير ذلك. في ميشيغان يموت كل عام أكثر من 1000 شخص بسبب حوادث السيارات ويجرح آلاف آخرون، لذلك فإن ربط حزام الأمان يقلل خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة جراء الاصطدام بنسبة 45%. إذا كنت تقود شاحنة صغيرة اربط حزام الأمان، فهو يقلل الخطر على حياتك بنسبة 60%، لأن احتمال انقلاب الشاحنة الصغيرة يزيد بمقدار الضعف عند وقوع الحادث. وهل تعلم أن 3 من كل 4 أشخاص توفوا جراء انقذافهم خارج سياراتهم عند وقوع حادث الاصطدام؟ لذلك وإلى أن يصبح العالم مثاليا، اجعل عالمنا هذا أكثر أمانا، اربط الحزام. رسالة من مكتب ميشيغان لتخطيط السلامة على الطرق السريعة. أهلا وسهلا، شرفتونا.
تفضلوا على الأكل. ما في أحلى من جمعة الحبايب على السفرة بالويكند. واو شو طيب ورق العنب مثل اللي بتعمله ستي. صحتين حبيبتي. والكبة كيف شفتيها؟ مثل ما بتعملها ستي. وشو رأيك بالكنافة؟ الكنافة؟ لا مش معقول، كنافة ستي. مأكولات زياد، نكهة الأجداد يتوارثها الأحفاد. خالته فيني أسألك شو طابخة بكرة؟ طيور مهاجرة. برنامج جديد نخصصه لتجارب ناجحة للمهاجرين العرب في بلاد المهجر، يأتيكم عبر أثير راديو صوت العرب من أمريكا. أهلا بكم مستمعينا، مستمرين في هذا اللقاء الجميل هذا الصباح. في معنا أسرة الدكتور سلام رجوب والسيدة سوزان مشطة، واحدة من الأسر العربية التي صنعت قصة نجاح لافتة للنظر في أمريكا. المهم في هذه القصة حرص كل فرد في الأسرة أن يكون له دور في نجاح الآخر. الآن هذا اللقاء يأتيكم عبر WNZK 690 AM وأيضا على منصاتنا. تابعوا هذا اللقاء مباشرة على صفحتنا الرسمية US Arab Radio. سوزان، قبل الفاصل سألتك دورك الأهم، حلمك الذي لم يتحقق في إكمال دراستك، فضلتي أن يكون هناك الجانب التربوي، أبنائك، فضلتي أبنائك على تحقيق حلمك. هذه النقطة التي يعني مع الأسف تشكل نقطة ومشاكل كبيرة في الأسر العربية المهاجرة اليوم. اليوم يعني لا نستطيع أن نقول خطأ أو صح، ولكن معظم الفتيات تفضل أن يكون لها في الأساس تحقيق حلمها على حساب الأسر، والعكس صحيح. يعني كيف تردين سوزان؟ لا، أنا بالنسبة لي العيلة أولوية قبل أي شيء تاني يعني. فلما بلشت كان عندي أول ولدين وكبروا، صرت بقدر أرجع على الدراسة. سبحان الله صار حمل ثالث بالسنة الأولى من دراستي، ففورا يعني وقفت وتفرغت، وبعدها صار رابع، فهنن هلأ أربع أولاد. لهلأ ما رجعت لأني الصغار عندي لسه بالمرحلة الإعدادية، فبدهم متابعة، لازم أكون حواليهم، أخذهم على نشاطاتهم، نحكي مع بعض، يعني أكون موجودة طول الوقت بحياتهم. لأني هون الولد بس تركتي لحاله بضيع، يعني هاي الأيام كتير مختلفة عن الأيام اللي تربينا فيها نحن. فوجودي الدائم معهم، متابعتهم دراسياً، نشاطات، المشاوير، منقعد ونضحك سوا. عنا خمس قطط وفي قط برع بيزورنا بجوز صغير وستة. فيعني هيك عنا طقوس مع بعض منقضيها. فلذلك وجود الأم كتير مهم، لأن الأب بشكل طبيعي بيروح على شغله ليعيل الأسرة. بحكم عملك دكتور، يعني حضرتك طبعا طبيب ناجح جدا في مجال عملك، أكيد عندكم ما شاء الله أربع أبناء، ولدين وبنتين، ولد وبنت بالجامعة، ولد وبنت بالمدرسة الإعدادية. الله يخليكم، ابنكم الكبير حسين هو في السنة الثانية بالجامعة، يدرس في تخصص هندسة الأمن السبراني. سارة تدرس بالسنة الأولى بالجامعة تخصص بيولوجي، وأيضا ترغب في دراسة الطب، إن شاء الله يا رب تطلع مثل والدة. بنتكم الثالثة ليانا تدرس بالصف السابع، والابن الأصغر سلام وهو على اسم والدة، على اسمك طبعا، يدرس بالصف الخامس. دكتور، أنت عندك بنتين الله يخلي لك ياهن، يعني كيف يمكن أن توازن الفتاة في بناء أسرتها وتحقيق حلمها؟ العديد من الأسر العربية منشاهد كتير مشاكل في أيامنا الحاضرة بين الزوج والزوجة، تنتهي بالطلاق أحيانا. الزوجة تتهم زوجها أنه أناني، بده يحرمها من متابعة تحصيلها العالي أو حلم دراستها، أو ممكن المقابل أنه تتأخر بالزواج. يعني أحيانا الصبايا عم يوصلوا لعمر 30 سنة وأكبر لحتى يتزوجوا، لأنه ما بدهم
يكونوا أسرة أو حلم يتعطل. أنت كأب كيف توازن؟ كيف ترى الموضوع؟ كيف توجه من خلال أسرتك الناجحة، من خلال تضحية سيدة سوزان التي ضحت كأم في سبيل مستقبل أولادها؟ وأنا فعلت كذلك، يعني أنا أشاركك في هذا الموضوع سوزان. أنا عطلت حلمي، الآن أنا أدرس لتحقيق شهادة الدكتوراه. فضلت أنه درس أولادي أولا، فضلت أولادي، لكن ليس كل الصبايا، ليس جيل الصاعد جيلي وجيلك. كيف ترد دكتور؟ هلأ النقطة الرئيسية أن الواحد يدرك كيف الإنسان بيفكر وليش الإنسان بيفكر. كل إنسان يسعى للاستقرار الاقتصادي، للأمن الاقتصادي. هو الحقيقة هو هيك، يعني ما في حدا بيروح على الدراسة بس مشان والله يدرس. يعني غالبا بتكون سواء الفتاة أو الشاب، هو بالنهاية عم يدرس بيحب الشغلة، بس بالنهاية هو بداخله عم يسعى مثل ما بيقولوا الأمن الاقتصادي. فأنا حليت المشكلة بالنسبة لسوزان. يعني أنا بالنسبة لسوزان شجعتها، أني قلت لها طيب بما أنه أنت مشغولة وأنت بحاجة لشيء يعني يعطيك راحة داخلية، أن أنت شو ما صار بالحياة ممكن تقدري تنتجي وتشتغلي وتعيشي حالك. فاتجهنا لشغلتين. الشغلة الأولى الحقيقة أنا اللي حبيتها كتير هو العزف على البيانو. فمن خلال تربية أولادك، لأني كمان تربية الأولاد ما هي سهلة، يعني أنا بقلك يعني أول شيء أنا بالنسبة لسوزان يعني قدسة تقديس، لأني مو سهل تربية الأولاد. فهذا لازم كل رجل يحطه بذهنه، عمل صعب وشاق. فأنا بعدتها تدرس دروس خاصة للبيانو بحيث يكون عندها مهنة تدريس البيانو. فهي هلأ إلى تقريباً بحدود 5 سنين. فقلت لها أن أول شيء بتعطيكي نافذة لترتاحي نفسيا. فهي لما بتروح على الدرس أنا بكون بالبيت، طبعا بتروح المساء، فأنا برجع من العيادة بتم مع الأولاد وهي بتروح بتعمل درسة. فهذا فقلت لها شو ما صار عليك أنت، فأنت عندك مهنة ممكن بالمستقبل الدرسي فيها أطفال، فبتحطي إعلان وبالدرسي. فصحيح هي ما عم تروح الجامعة، بس هي عم تتعلم مهنة وهي بتحبها. هي دائما كان عندها حب أن تتعلم على آلة موسيقية. والشغلة الثانية هي لما راحت مع الأولاد على التايكواندو، مع الوقت يعني أنت لما بتمشي بطريق مع الوقت بتتفتح أشياء قدامك نحن ما كنا بنعرفها. فمن خلال التايكوندو هي مع الوقت أدركنا أن هي ممكن تدرس وتصير انستركتور، وممكن تفتح حتى سكول تدرس فيها النساء تايكوندو. فهذا كمان فتح لي مجال تاني، لأني لا قدر الله أنا صار علي شيء بالحياة، فهي ممكن تدرس البيانو وممكن بنفس الوقت تفتح سكول مدرسة وتدرس فيها التايكوندو سواء للأطفال أو للنساء. جميل جدا. فهو مو بس العمل أني أنت تروح على الجامعة وتدرس في الجامعة، هلأ بنفس الوقت هي عندها حلم تروح على الجامعة، فأنا وياها ماشيين على نفس الطريق أن نحن منمشي الأولاد. وبنفس الوقت أنا اقترحت عليها أني بالمستقبل بس سلام راعي الجامعة أن هي تروح تدرس respiratory therapist، بما أنه أنا أخصائي صدرية فأنا فيني ساعدة بهالمجال بحيث هي تقدر تحصل على شهادة، وهذا كمان بيعطيها عمل ثالث إذا هي حبت. فنحن كنا ما أروع ما ذكرته يا دكتور. يعني أولا أنت لم تمنع تحقيق حلم سوزان، ولكن ساعدت دعمت. تفهمت سوزان أنه الأولوية في حياتها اللي حتى تكون أسرتها ناجحة، أولادها ناجحين بهالحياة، لها دور كأم، دور الأم سامي جدا ومقدس جدا في كل العالم. يعني الأولوية كانت تربية الأولاد، لكن مع تربية الأولاد دعمتها
بحيث أنه خليت عندها الحلم قائم مستمر، حققت حلمها من خلال يعني نقطة جميلة أنا لم أعرفها سوزان، أنك عازفة متمكنة على البيانو. أتمنى أن ترسلي لي مقطع لإضافته لهذا اللقاء الجميل. يعني أشرت في معرض حديثك دكتور أيضا اتجهت سيدة سوزان للرياضة، مارست رياضة التايكواندو، برعت فيها وحققت فيها العديد من البطولات حتى أصبحت مدربة معتمدة. تعلم الأولاد أيضا، علمت أولادك حتى تكون مصدر حماية لألون، وأيضا برعوا فيها وأصبحوا من يحملون الحزام الأسود من الدرجة الثانية. شاهدت لك صور جميلة جدا، تكريمات. أترك لك المجال لذكر ماذا أضافت رياضة التايكواندو لسوزان، لكن أعطي الدكتور سلام كريدت بهذه الصورة الجميلة، أنقلها لمستمعينا الذين يسمعونا الذين يتابعونا. ما أجمل تلك الصورة وأنت تزين صدرك بكل هذه الميداليات التي حصلت عليها سوزان، يعني ولا أروع ولا أجمل من هذه الصورة التي أثرت بي شخصيا. هذا الدعم النفسي المعنوي، الزوج الحنون المسؤول الذي يقف وراء عائلته، هو سر نجاح الأسرة الجميلة التي نتخذها مثالا، ونتمنى أن نسلط الضوء على نجاحات أخرى مقابل مع الأسف الفشل للعديد من الأسر العربية في أمريكا. نحن لا نريد من اليوم أن نركز فقط على الفشل وأن نقول نسبة الطلاق عالية جدا في أمريكا، أن اليأس، لا، أنا بدي سلط الضوء على المشرق منها لحتى نأخذ نموذج مشرق يحتذى للأسر العربية. سوزان، ماذا أضافت لك رياضة التايكواندو؟ ماذا أضافت لأولادك الرياضة؟ كما أراها أنا بتحصن أولادنا، بتخليهم أكثر مسؤولية، بتخليهم يبتعدوا عن الدراجز لا سمح الله، المخدرات، الأمور السيئة. ماذا أضافت الرياضة بالعموم إليك ولأولادك ورياضة التايكواندو إليك ولأولادك؟ رياضة ما شاء الله بطلة يعني في مجالك. لا، رياضة أول شيء. هلأ روتين الحياة هون ما سهل، لأن نفسه كل يوم وهذا، والمسؤوليات الكبيرة، قلة الحياة الاجتماعية بالذات عنا هون بالتاون، هي مشكلة كبيرة يعني ممكن تودي لاكتئاب. فالرياضة مثل ما بنعرف الدواء للاكتئاب، ووجودي أنا والولاد سوا بهذا المكان عم نعمل هاي الرياضة بيعزز علاقتي معهم، بيضيف لسلوكهم الاجتماعي الصح، تعامل مع الناس. طبعا اكيد القوة الجسدية بيساعد كتير، وهي الرياضة فيها كتير بيعتمدوا اول شيء على الديسبلين، تهذيب النفس، فكتير هذا لعب دور الحمد لله. يعني اني فيكي تشوفي اني بيتعاملوا بادب شديد، فاكيد البيت لعب دور، بس كمان هاي الرياضة كتير بيشتغلوا على هذا الشيء. المارشال أرت بالعموم، يعني الرياضات التايكواندو، الجيدو، الكاراتيه، الجوجيتسو، أعتقد كل هالرياضات بتعزز عند الأطفال. دكتور، ممكن تشرح لنا أكثر يعني ما أهمية دور الرياضة في حياة أبنائنا؟ هلأ أكيد بالعالم العربي هذا التشجيع قليل جدا بالنسبة للأسر العربية، في أمريكا أكثر قليلا، لكن لا يزال دون المستوى، يعني دون المستوى المطلوب أن نشجع أبنائنا على انخراط
أكثر أن يكونوا أبطال في 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 رياضات معينة. من الناحية الطبية، من الناحية النفسية دكتور، كيف توجه من يستمع إلينا أن يوجه أبنائه نحو الرياضة؟ هلا الرياضة كتير مهمة لتطور الدماغ، هي شغلة كتير مهمة، كتير كتير مهمة. وطبعا في كتب كتيرة بهالموضوع، وخاصة إذا في مثلا عوائل عندهم مثلا أولاد عندهم مرض ADHD، يعني بيعانوا من قلة التركيز، فهي رياضات المارشال آرت اللي ذكرتي حضرتك اللي هي التايكوندو أو الكاراتيه أو الجيدتسو أو الأكيدو، هي كتير كتير بتساعد على زيادة هرمون الدوبامين بالدماغ والتركيز، لأن هي الحركات أنت لازم تركز لتعمل الحركات، فمع الوقت الخلايا العصبية بتتفرع وبتساعد كتير على التركيز. هي شغلة كتير معروفة، فبتلاقي مثلا بالنادي عند سوزان في كتير أطفال هن عندهم مشاكل عقلية شايفة، فهي لازم العوائل العربية ينتبهوا على هالموضوع، ان انت اذا عندك ولد عم يعاني بالمدرسة او عنده قلة تركيز او فرط حركة لازم تحطه بهالرياضة، بس الافضل كمان انك انت تمارس الرياضة معه، لان الولد لما بيشوف الام او الاب هن عم بيروحوا معه على الرياضة وعم بيمارسوا الرياضة فبينبسط اكتر وبيتحمس اكتر، غير اني والله مثلا اني هو والله انت لازم تروح على رياضه وهي مثلا واجب، يعني سواء اللغه العربيه واجب، ارساله للرياضات واجب، احنا مشغولين كأم وأب في اشياء اخرى. لا، حضرتك دكتور وسيدة سوزان مع أولادكم إيد بإيد، صحيح. عم تعملوا بلانس، عم تعملوا خطط، صح. لحتى صحيح. طبعا السلام يعطينا على البطولات. بعدين يعني الشغلة الثانية، عفوا الشغلة الثانية المهمة اللي بدي أذكر أنا للعوائل العربية، أني نحن الإجازات تبعنا بناخدها وقت بطولتهم، يعني أنا الحياة كتير بنبسط لما بروح بالإجازة، يعني بعمل إجازتي مع بطولتهم، فأنا بنبسط لما بروح معهم على البطولة. أول شيء منشوف مدينة جديدة، فمناكل أكل جديد، نتعرف على المدينة جديدة، وبنحضر البطولة ومننبسط بالميداليات، شايف شلون. والحقيقة يعني ما هن هي العائلة الأمريكية بشكل عام، نحن عم نحكي على العوائل الأمريكية، هن بياخدوا إجازاتهم وقت البطولة، شايف شلون؟ فأنت لما بتروح على إجازة شو بتعمل؟ خلينا نفكر شوي. لما الواحد بيروح إجازة هو عم يتعرف على مكان جديد، عم يتعرف على مأكولات جديدة، عم يتعرف على مثلا حضارة أو تقاليد أو عادات جديدة، صح؟ أحيان. فنفس الشيء نحن لما بنروح على البطولة، أنا لما باخذهم على البطولة أنا عم بروح على مدينة جديدة، عم باكل مثلا، بدور على مطاعم جديدة، شايف شلون؟ بتفاعل مع عالم جدد، نحكي مع عالم جدد، نحكي مع العوائل الثانية بالبطولة. فهي هي الإجازة، بس بنفس الوقت الأولاد عم يمارسوا الرياضة ودعم نفسي للأطفال ودعم معنوي ودعم نفسي، وأبوهم وراهن، أمهم وراهن. البطل سوزان ماشطة، حدثينا في دقيقة، يدهمني الوقت مع هذا الحوار الرائع، والله أنا مستمتعة بكل دقيقة حقيقة، من أروع اللقاءات اللي أنا عملتها. سوزان حدثيني عن البطل سوزان، ماذا حققتي لذاتك لسوزان ماشطة من بطولات لمتابعينا؟ هلا بصراحة وجودنا نحن بالذات النساء المسلمات المحجبات يعني بنفسها هي تشالنج حياتنا هون، بالذات أنا بمنطقة ما فيها عرب، يعني نحن ما بنطلع 7 أشخاص عرب، فالواحد نوعا ما بالبداية بيحس إجباري، بده يحس إني هو مختلف أو هو يعني عرفتي علي إيش قصدي يعني. نعم نحن بهذا شعور الأقليات بشكل عام، شعور الأقليات يعني. أضيفي على ذلك أنت سيدة محجبة، يعني يكون أنكامن كتير أنه سيدة محجبة تحقق كل هالبطولات في أمريكا. نعم أفهمك تماما. أكيد، فهذا الشيء النجاح بهالمجال أعطاني ثقة بالنفس، ما عاد أشعر هذا الشعور، لأني لما تصيري مدربة للأمريكان يعني أنا بدرب ناس أكبر مني كمان،
مندرب أطباء أي ناس يعني بيجوا، فالواحد بيحس أني الحمد لله قدرت أنجز شيء أثبت نفسي فيه، فكتير بيساعد بالثقة بالنفس بالراحة النفسية. الفضل كله بيرجع لسلام يعني بالتأكيد، ما كتير في أفواد مشترك، أنا شايفته نجاح مشترك حقيقة ودعم مشترك وأسرة جميلة. لكن نقطة هامة أشير إليها سوزان أيضا، هذه أنت مدربة الآن للكثير من الأمريكان، أيضا كسرتي حاجز أنه إحنا مسلمات عربيات فقط، دورنا في الأسرة يتعلق في الطبخ والنفخ، مقموعين، نحن لسنا مقموعين أبدا ولا مقموعة، نحن أكيد لنا دورنا القيادي الريادي في كل المجالات. هذه النظرة الخاطئة والظالمة للمرأة المسلمة المحجبة تحديدا، شكرا لك على كسرة بما أراه من صور جميلة، تدريب لي وتعزيز ثقافة نحن مختلفين نعم، ولكن نعرف عن أنفسنا بشكل راقي وجميل. دكتور سلام، أختم معك في دقيقة، أنت وسوزان، الخلطة السحرية لي عائلة جميلة راقية لمستمعينا ومتابعينا، ما هي السيكريت؟ شو هو السر أو مسك الختام كما نقول؟ في سر، السر هو أنا لما زوجت لسوزان أنا مدرك، يعني مدرك لازم الإنسان من اليوم الأول يدرك على المدى البعيد أن الزواج بده يصير فيه مشاكل، بده يصير فيه مطبات، ممكن يصير فيه فشل، ممكن يصير فيه استرس من الأولاد، ممكن يصير فيه استرس من العمل. فأنا وياها وقتها حكينا أنا وياها، إن اتفقنا أنا وياها أني أي مشكلة بتصير مثلا بيناتنا أو مع الأولاد أو مشكلة بالعمل أو أي شيء بالحياة، أني لازم نحن نقعد نحكي فيها ونحلها، وما لازم أنا أتركها تنام هي زعلانة ولا هي تتركني نام أنا زعلان. هذا هو السر. سوزان نصف دقيقة وأعتذر دكتور، يعني والله أتمنى لو كان اللقاء ساعات. تفضلي سوزان. السر هو الحفاظ على المحبة والاحترام، الاحترام 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 رقم واحد. السر الثاني هو التجاوز، كلنا بنغلط، فإذا صحيح. أنا غلطت بدي أمسك عليه الغلطة يذكرني فيها كل يوم، أو هو غلط بأمسكها مثلا يعني أحكي فيها للأبد، هذا شيء كتير غلط. تجاوز صحيح. الماضي هو ماضي، هو علمنا كلمة، كل يوم هو يوم جديد، صحيح. بداية جديدة، صحيح. فخلص بكرة راح، خلصنا منه لبكرة، صحيح. ما في حدا بيرفكت، كل الاحترام، كل التقدير لهذه الأسرة الجميلة، أسرة الدكتور سلام رجوب والسيدة سوزان ماشطة، الأسرة العربية التي صنعت قصة نجاح لافتة للنظر في أمريكا. أشكرك جزيل الشكر على وجودك معي، على هذه الإضاءة الراقية للأسرة العربية الأمريكية الناجحة بكل تفاصيلها بكل أفرادها. شكرا لكم على هذا اللقاء الجميل، تحياتي. شكرا. شكرا. شكرا لك مدام ليلى. شكرا. شكرا. أختم معكم هذه ليلى الحسيني، تحييكم، كان لقاء جميل مع أسرة سلام رجوب وسوزان ماشطة، قصة نجاح أسرة عربية في أمريكا في طيور مهاجرة. إلى اللقاء.